السلام عليكم متتبعين قناة حبتي ليدي. اليوم إن شاء الله وبإذن الله غادي نشوفوا فيديو جديد ومختلف تماما على المعتاد، مختلف خارج على نطاق الكوزينة ولا نطاق الطبخ بالمرة. فيديو نزولا عن طلب بزاف الأخوات وبزاف الأقارب اللي قرابين ليا واللي تيسولوني واحد السؤال متداول، الله يخليك، واش تخلصتي من اليوتيوب؟ واش مازال ما استفدتيش؟ واش ما خديتي حتى شي حاجه؟ واش ما استفدتيش؟ ما كاين ولو غير خلصه وحده. المهم كثرت ما انا وصلوني تساؤلات، وحتى في التعاليق تيسولوني اختي عزيزه واش تخلصتي او لا مازال، عافاك الا تخلصتي قولي لنا شحال خديتي وبارطاجي معنا، عافاك زعما المبلغ اللي استفدتي منه، واش كاين بصح ارباح في اليوتيوب او لا. هذا علاش نزولا عن الطلب ديال الاخوات والعديد من الاخوات اللي طلبوني على هذا الفيديو او لا تيسولوا، وبغيت انا نوضح لهم يعني هاد التساؤلات ديالهم، يعني بغيت نجاوب لكم عليهم. جيتكم بهذا الفيديو تنتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم ونكون صريحه معكم لاقصى حد ونوضح لكم في جميع التفاصيل. البنات اللي تيسولوا على القناه وعلى اليوتيوب، اليوتيوب فيه بزاف المراحل، في مرحله ديال 1000 ابوني هي الاولى، والمرحله الثانيه ديال 4000 ساعه ديال المشاهده، وعاد باش الانسان تيوضع القناه ديالو واحد المهم المراجعه وتتسنى اليوتيوب يجاوبو واش قبل القناه ديالو ولا لا. ملي تتقبل تيحط الاشهارات عنده في القناه، اي فوا تيتوضعوا الاشهارات، هذا ما تيدلش على الانسان انه غادي يتخلص بمجرد انهم يتوضعوا عنده الاشهارات. هذا سبب من الاسباب اللي خلى الناس او العائله ديالتي والاقارب تيسولوني والصديقات القرابة ليا تيسولوا علاش واش تخلصت ولا لا بمجرد ما شافوا الاشهارات في وسط من الفيديوهات ديالي. هذه من باب اخر. هذا كاينين مراحل اخرى اللي من مورا هاد 4000 ساعه، مهم مراحل ديال 10 دولار ديال 16 دولار. المهم انا براسي مازال تنستافد مع الاخوات الله يجازيهم بالخير اللي كل وحده تشرح لي على حده. هذا من باب بالنسبه لي انا. الاخوات تسولوني واش ما تخلصت ولا لا، مازال حبيباتي ما تخلصت ومازال ما استفدتش من الارباح ديال اليوتيوب، مازال هادو فلوس ديال صديقه ديالتي مقربه، وبكثره ما انا عودت لها يعني قررت انها تعطيني الفلوس ديالها ندوز بهم هذا الفيديو. وتنوعدكم من هذا الفيديو من هذا المنبر ان شاء الله باذن الله، ان فوا نتخلص او لا يكون عندي شي مدخول من اليوتيوب نقاسمه معكم ان شاء الله باذن الله. مامي واش هاد الفلوس كاملين ديالك؟ وتنتمنى ان شاء الله باذن الله نلقاكم فيديو اخر في القريب العاجل، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.